ولتعليق على قصف الولايات المتحدة لميليشيا حزب الله في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. سيد لبيد، مرحبا بكم. يعني كما تعرف هناك عشرات الفصائل المسلحة الميليشيات في العراق، منها العصائب بدر، سرايا السلام، النجباء، الإمام علي وغيرها الكثير من هذه الميليشيات، ولكن لماذا استهدفت الولايات المتحدة ميليشيا حزب الله تحديدا دون غيرها من فصائل الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا بعد بالمناسبة، تعدد هذه الفصائل لا مبرر له، لا معنى لوجود هذا العدد الهائل من الفصائل، ولا معنى لوجود أي ميليشيا من الميليشيات السائدة المتسيبة حاليا في الأجواء في المشهد العراقي، لأنه هذه عبارة عن عصابات تابعة لإيران، تحركها إيران، أدوات رخيصة تحركها إيران. نعم. ثم أن الدولة العراقية لو كانت هناك دولة فعلا، فيقتصر وجود القوات المسلحة على وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية. أما وجود هذه الميليشيات بهذا الشكل السفيه والمستهتر، فبالحقيقة هو إهانة لسيادة الدولة ودليل كبير على انعدام هيبة هذه الدولة. كتائب حزب الله دون غيرها تم استهدافها من قبل الأمريكان، لأن الأمريكان سجلوا ورصدوا بأن القصف الذي تعرضت له قاعدة كيوان هو صادر من قوات حزب الله أو كتائب حزب الله، و لا سيما القواعد متواجدة على تخوم الحدود العراقية السورية وبشكل خاص في العراق في منطقة القائم. طيب طيب سيد لبيد، يعني كتائب حزب الله منتشرة تقريبا في كل مناطق العراق، كانت في ضمن الحشد الشعبي وأيضا استقرت في تلك المناطق التي يعني حاربت فيها ضد تنظيم الدولة، طبعا باستثناء عدا كردستان العراق لا يوجد فيها فصائل مسلحة أو ميليشيات، ولكن لماذا تم استهدافها في محافظة الأنبار تحديدا على الحدود السورية العراقية؟ هو طبعا انتشار الميليشيات ولا سيما ميليشيا حزب الله مقصود بالحقيقة، تواجدها في المناطق التي استباحتها هي نفسها هذه الميليشيات. نعم. هو يشكل إهانة مضاعفة، دبل إهانة على أهالي سكان هذه المناطق، يعني سواء الأنبار أو الموصل أو محافظة صلاح الدين وغيرها من المحافظات الغربية. نحن نعرف بأن هذه الميليشيات مشحونة طائفيا وحقدها الطائفي لا يتسع له مجال، ولذلك وقامت بعمليات ومجازر دموية كبيرة وانتهكت حرمات بيوت هذه المحافظات ونهبت أموالها واعتقلت كثيرا من نسائها، فوجودها بالحقيقة يشكل إهانة دائمة ومستمرة لأهالي هذه السكان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هم يريدون أن يستخدموا سكان هذه المناطق كدروع بشرية، لأن دماءهم بالنسبة لهم دماء سكان هذه المناطق دماء رخيصة، وإذا تعرضوا لضربة راح ضحيتها أبرياء ومدنيون، فلا غبار على ذلك ولا يكترثون بهذا الموضوع. أنا أعتقد أن هذه الميليشيات يجب أن ترحل نهائيا على العراق، أو يتم دمج بعضها في القوات المسلحة الحكومية، ويجب أن تختفي هذه الميليشيات، لأنه بالحقيقة هي تسبب وجع رأس لكل السكان وتشكل إهانة للعراق كله وللشعب العراقي كله. سيد لبيد، عن الموقف الأمريكي هنا، هل انتقلت الولايات المتحدة بعد هذا الهجوم على ميليشيا حزب الله، انتقلت إلى التصدي العسكري الصريح والواضح بعد أن كان سياسيا ولا نراه إلا في وسائل الإعلام، هل انتقلت إلى التصدي العسكري الصريح؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. يخطئ من يظن بأن الصراع العسكري بدأ بين العراق وبين أمريكا وإيران. بالحقيقة ما جرى ما هو إلا رسائل. إيران أرادت أن تزعج أمريكا من خلال الإيعاز لكتائب حزب الله بضرب كيوان، فردت أمريكا على حزب الله بهذه الضربة. هي رسائل متبادلة، هي ناتجة عن هذا الصراع بين إيران وأمريكا على الأرض العراقية، ويستخدم الشعب العراقي والعراقيون كحطب فيها. المطلوب من إيران إذا أرادت وإذا تحلت بالشجاعة وإذا كانت صدق،
المطلوب منها أن تقصف القواعد الأمريكية من أراضيها، هي من الأراضي الإيرانية، ولا تستخدم الأراضي العراقية لقصف القواعد الأمريكية، ولا تستخدم الدماء العراقية التي تراها رخيصة في أن تهدر في عملية الصراع بينها وبين أمريكا. تصفية الحسابات يجب أن تكون بطريقة أخرى، لا يستخدم فيها العراقيون كحطب. طيب سيد لبيد، يعني هذا الهجوم من قبل الولايات المتحدة هل يحمل ربما يعني من بعيد أو من قريب، سميها ما شئت، يحمل رسالة عسكرية لإيران، أم أنها ربما تكون ضربة تأديبية للميليشيات؟ يعني أي الرأيين تميل حضرتك أستاذ لبيد؟ نفس الشيء، هي رسالة وهي ضربة تأديبية، لأنه أمريكا تعرف ونحن نعرف ونحن مقتنعون تماما ونتطابق في هذه المسألة، بالذات نتطابق مع وجهة النظر الأمريكية بأن الميليشيات ما هي إلا أدوات رخيصة تابعة لإيران. لذلك أي رسالة توجهها أمريكا إلى إيران هي من خلال ضرب أدواتها الموجودة أو أدواتها المحلية الموجودة المرتزقة تبعها المتمثلين بهذه الميليشيات أو الحشد هذه. فالضربة الأمريكية عندما أمريكا تضرب هذه الأدوات، يعني هذه رسالة لإيران بأننا نحن هنا ولا تستطيع أدواتكم هذه، هؤلاء الأقزام لا يستطيعون أن يؤذونا، يعني أنتم أصغر وأحقر من أن تسببون لنا أذى بهذه الأدوات الرخيصة التافهة الموجودة على الأرض العراقية. طيب أستاذ لبيد، لو أتينا للتصريحات، يعني أبو مهدي المهندس يقول أن الرد على استهداف مقرات الحشد سيكون قاسيا على الولايات المتحدة، ميليشيا حزب الله في حالة استنفار، ميليشيا بدر والعصائب تقول أن الوجود العسكري صار عبئا على الدولة ومصدر للتهديد والاعتداء، أيضا تحالف الفتح دعا إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بالعدوان الأمريكي، كيف يمكن أن نتوقع الرد في الأيام المقبلة أستاذ لبيد؟ لا تتوقع شيئا كبيرا، هذا الكلام أكبر وحجما، أكبر حجما بكثير منهم، هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بشيء، وأصلا أي ضربة يوجهونها إلى قواعد أو إلى مناطق تواجد الأمريكان لا يستطيعون أن يتخذوا قرارا بضربها إلا بإيعاز من قبل قاسم سليماني وملالي إيران، هم ليسوا أصحاب قرار، هذا الكلام مجرد هراء ومجرد عاصفة في قفص. كل ما قاموا به ضربوا بالأمس، ضربوا التاجي، معسكر التاجي، وراح ضحيته عدد من الجنود العراقيين، لأنه أصلا وحدة التدريب الأمريكية لا تتواجد بشكل يومي في معسكر التاجي، الذي ضربوه راحوا فيه ضحية أولاد الخائبة من الجنود العراقيين، وصاروا يتباهون بها ويطبلون بها ويزمرون بها على أساس ما سوى ورد يعني. نعم، من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.